استاذ وليد بقى، يعني في دكتور رفعت سعيد معايا، هم ممن يتبنون بقوه يعني حل حزب النور ومواجهه القوى السلفيه اللي شايف ان الارهاب مش قنبله وضغط على الزناد واحزمه ناسفه فقط، لا، الارهاب بيئه من الافكار الظلاميه والفتاوى اللي بتحض على القتل وعلى الفتنة الطائفية، وبالتالي يعني شايف القوى السلفية في مجملها خطر وعلى رأسها حزب النور. تفضل. طيب، أولا الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا في الأول أعزي شركاء الوطن، نعلي الصوت يا جماعة، أعزي شركاء الوطن في هذا الحدث الأليم، وأقول ندعو الله عز وجل أن يجنب مصر الفتن ما ظهر منها وبطن. ثانيا، يعني احنا لما بنيجي نتكلم على مساله الارهاب، انا مش هحط كسلفي الاغلال او يعني رابطه العنق للمشنقه حوالين رقبتي. دايما دور على المستفيد وانت هتعرف الجاني. احنا يعني كاسلاميين مضغوطين حاليا في مصر وفي جميع الدول، يسمونا داعش، يسمونا ارهاب والى اخره. فانا مش هاجي اعمل عمليه ثانيه عشان احط الاغلال وحبل المشنقه فوق رقبتي. فأكيد في مقصد معين وهو التضييق علينا إحنا. فأنا مثلا من ضمن الاتهامات اللي أستاذ رفعت قالها، قال إن إحنا من نصدر الإرهاب. طب أنا برضو ممكن أقول، ما يمكن الأستاذ رفعت هو اللي أعطى فلوس لناس وعملوا الإرهاب أو عملوا العملية دي لكي يضيقوا علينا كزي ما بتسمونا إسلاميين، لأن أنا مش معقولة عشان يحل القوى السلفية كلها يعني أكثر. فمول الناس جلو في المقطم في يعني ما خلينا يعني أنت بتقول طالما هنطلق الافتراضات يعني فيعني ممكن بالزبط. نقول زيها يعني بالظبط، يعني هو لو افترض إن إحنا الإرهابيين اللي عملناها، ما ممكن يكون ناس هم اللي دفعوا عشان يعملوا العملية الإرهابية دي عشان مكاسب سياسية أو مكاسب على الأرض أو عشان حتى يضيقوا علينا إحنا. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هو لما اتكلم بيقول ان احنا منبع الارهاب واحنا اللي قتلنا فرج فودة والكلام ده كله، اولا يعني هو تناسى او لم يذكر ان المحاكم المصرية نفسها، فهل يستطيع ان يتكلم في القضاء المصري الذي فرق بين فرج فودة وزوجته؟ ودي لا، ده ناصر حامد ابو زيد. خليني اصحح لك، التفريق كان بين الدكتور ناصر حامد ابو زيد وزوجته، او اسف، ناصر حامد ابو زيد، اسف. فدي يعني دي برضه من ضمن الحاجات برضه. طيب، هنا بالنسبه لحزب النور، وان حزب النور على اساس ديني، الحزب النور اولا قال انا مش على اساس ديني، وبعدين حزب النور يعني ناس مسلمه، فلما يتكلم بالاسلام ايه المشكله ان هو يتكلم بالاسلام؟ وانا لازم يعني مثلا عشان احط بيان مش لازم اقول فيه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل كذا وكذا عشان ما ابقاش راجل اسلامي، او لا اوصف بان انا راجل اسلامي او تابع حزب ديني او الكلام ده كله. الراجل هو على خلفيه اسلاميه، ايه المشكله ان هو يتكلم بالاسلام؟ وده اسلامنا كلنا، يعني اللي بيتكلموا حضرتك مسلم واللي جنبك مسلم واللي جنبك على الشمال مسلم، ايه المشكله لما هو يتكلم بخلفيه اسلاميه؟ ايه المشكله ان هو يقول الاسلام قال كذا في حل القضيه كذا وكذا وكذا وكذا، بعد كده تصنفني انا بالارهاب؟ فمش معقوله الكلام، حتى لا يعقل. بالنسبه برضه الاستاذ رفعت تكلم في الكنيسه وقال ان الكنيسه لا تطق الازراز بتاعتها، والكنيسه يقام فيها العرس، والكنيسه يقام فيها الميتم، والكنيسه يقام فيها كذا وكذا وكذا، حياتهم كلها في الكنيسه. لكن انا لو راجل اسلامي طلعت وقلت ان حياتنا كلها في المسجد، ازاي الحقوا انتوا هتعملوا ارهاب في المسجد؟ انتوا المساجد، انتوا المساجد دلوقتي بتفرغ ارهابيين، انتوا المساجد كذا وكذا. فهنا يعني في تناقض ما بين الكلام. اما المواطنه والدستور، فيعني انا عايز فتوى لحزب النور من موقع حزب النور نفسه، من مشايخ حزب النور نفسهم، بتتكلم عن القتل والقتال وان المفروض يكون في عمليات ارهابيه او عمليات كذا او عمليات كذا او عمليات كذا. يعني انا اتحدى استاذ رفعت ان هو يكون فتوى لاحد المشايخ من حزب النور بتقول مثلا بحليه قتل النصراني، بحليه كذا، بحليه كذا، بحليه كذا. طبعا مش هيلاقي الفتاوى دي خالص. خلينا نسمع، لان واحد من سوريا ذكر اسم كده وقال ان واحد قتل في سوريا، وان اعضاء حزب النور بيرسوه وبيقولوا ان هو كان في رابعه ولا اخره. يعني مواقع التواصل الاجتماعي فيها من الكذب الكثير، ولكن المحسوب دايما بيبقى على المواقع المحسوبه على حزب النور، وليس المواقع اللي هي يعني او مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي بتضم يعني الغث والسمين.
طيب دكتور رفعت، خلينا اسمع دكتور رفعت وخليك معايا يا استاذ وليد. دكتور رفعت تعقيبك على الكلام، بيشوف ان كل ده معمول للتضييق على القوى السلفيه يعني، وكمان يعني بيقول يعني انتوا ليه بتحاربوا الاسلام بهذا الشكل. انا عايز اقول حاجه، من حق الاخ طبعا ده يعني وجهه نظره، من حقه انه يقول ما شاء، لكن انا عايز اسال شويه اسئله. هل في الإسلام ما يبيح قتل المخالف؟ هل في الإسلام ما يبيح هدم كنائس؟ هل في الإسلام ما يبيح تضليل الناس بإيهامهم بأن هذا هو صحيح الإسلام في حين أنه ليس كذلك؟ هل في الإسلام، أنا بقول له العقيدة المسيحية إن الناس يتصلى عليها في الجامع في الكنيسه وان تتجوز في الكنيسه، يقول لك طب ما احنا نقعد احنا كمان. العقيده المسلمه ما فيهاش كده يا اخي، ما فيهاش كده، ما فيهاش انك تتعمد ولا فيها انك انت تتجوز في الجامع ولا اي حاجه، ومع ذلك كل جامع عامل له دار مناسبات برضه بيتجوزه هناك وبيعمله هناك وبتاع وحاجات زي كده، بس منفصل عنها. لكن أنا عايز أقول هنقعد نعاند بعض مش هنوصل لأي نتيجة يا أخ يا أخي العزيز. وبعدين أنت جبت سيرة الفلوس، ما احنا بنداري على الفلوس وجبنا ومش راضيين نسأل طب بيجيبوا الفلوس دي منين؟ أنا بس عايز أسأل بيجيبوا الفلوس دي منين؟ مش انت بتقول لي بقى انا جبت ناس اجيب ناس عشان يعملوا، انا ما حلتش حاجه لكن زي بعض خليني. لكن انا عايز اسال من اين يتمول حزب النور؟ واريد اجابه بقى بجد مش هزار، لان انا اعرف ان جالهم مئات الالوف من الدولارات في الفتره الاخيره. مئات الالوف من الدولارات في الفتره الاخيره، مش بس الفتره، وفي كل الانتخابات كذا. وبعدين انا عايز اقول حاجه بقى، انتوا بتحاسبوا حزب النور على ايه؟ مش حزب النور ده اللي دخل في تحالف مع الاخوان والذي دخل مع حكومه مع برلمان مرسي والذي صاغ الدستور يعني الرديء جدا اللي بناء عليه اجريت انتخابات مرسي، والذي تعامل مع مرسي كرئيسا وخدم معه في حكومته وكان زعلان لما قدم له الفايل الاخضر ده قال له انتوا خدتوا كل حاجه ما سبتولناش حاجه؟ مش هو ده؟ طب نسى الكلام ده كله وقال انا بتاع 30 يونيو؟ طب ما كان بتاع رابعه برضه، وقبل رابعه كان مع الاخوان وتحالف معاهم ودخل معاهم البرلمان ودخل معاهم الله. يعني انتوا هو فاهمين الشعب المصري ذاكرته ممسوحه؟ مش صحيح. لكن على اي حال انا وجهه نظري بوضوح وصراحه، يوقف كل تاسلم يحاول ان يلوث العقل المصري ان تمتلك الحكومه الشجاعه والمصريه من أن تمنع أي استخدام للدين أو مش للدين، للتأسلم، لأن ده مش دين، للتأسلم، استخدام للتأسلم في تلويث العقل المصري وفي ترويع الشعب المصري وفي تحويل الشعب المصري إلى عناصر يعني بينسوهم الإسلام الحقيقي. لما تسمع الفتاوى اللي بيقولوها تدهش تدهش، لأن أي إنسان عنده منطق كان يحس على طول إن الكلام ده غلط. لكن هم شوية 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 بيفرضوا على الناس حجج وأوهام ويعني وتأسلم بائس يائس لا يصل إلى شيء إلا إلى إنه يشجع الأفراد على ارتكاب الجرائم بحجة أنهم هكذا يذهبون إلى الجنة. أنا عايز أسأل مرة ثانية الأخ العزيز مع كل الاحترام ليه، الولد الشاب
اللي يتجاب ويقنع انه روح فجر الكنيسة علشان تدخل الجنة او فجر اي حاجة، ما هم بيفجروا في هنا وهنا، او يقتل ضباط الشرطة او يقتل ضباط الشرطة او دول عبدة الشيطان او دول زفت او دول عملاء. ده عندهم مبدأ يقول لك يقتل. يعني بيسألوا واحد منهم برضو مش هقول اسماء، طب احنا ايه موقفنا من بتوع الامن المركزي دول والضباط دول وبتاع ده اللي ده قال لك العدو بيتترس فيهم، يعني بيستخبى جواهم يعني فيتترس فيهم. فكانت الاجابه غريبه جدا، قال يقتلوا ويبعثوا يوم القيامه على نيتين. يعني الاول نموتهم وبعدين يوم القيامه بقى اذا كانوا نيتهم صافيه هيدخلوا الجنه، اذا كانت نيتهم زفت هيدخلوا النار. بقى ده كلام يعني هو طيب. ده اللي مطلوب مننا، اننا نعيش هذه الحياه. يقتلوا ثم يبعثوا يوم القيامه على نياتهم. يا ناس حرام حرام عليكم ان هم تسيبوا الشعب المصري لكي يلقن هذا يعني هذه الغباوه اللي بيفرضوها علينا. ما ينفعش. وانا انا بقى لا يهمني لا حزب النور ولا الشيخ مخيون ولا بتاع ولا اي حاجه، انا يهمني ان مصر تنقى من هذا الوباء طبعا، وانك تحافظ على تماسك المجتمع بهذا الشكل يعني. وبالتالي انت يعني بتقول انه طول ما في افكار وفتاوى بهذا الشكل، يعني حتى الافكار والفتاوى مش متعلقه كمان بالحياه المدنيه، ده بالحياه ومحاوله اعادتنا للحياه. انا عايز اقول يعني لحضرتك حاجه، يعني في الختان وفوائد البنوك ويعني فيما يتعلق بمجمل القضايا، حتى الاختلاط يعني وفي كل القضايا المجتمعيه اللي بتثار نفس الحكايه. دلوقتي الاختلاط بقى كارثه كمان، بيمنعوا وعايزين يمنعوه في المدارس وعايزين يمنعوه في البتاع وعايزين يمنعوه في، يعني انا واحد صديقي اماراتي بعت لي سؤال هساله للاخ العزيز ده. قال الشعب المصري هو الشعب الوحيد اللي عنده زبيبه في اوضته. منين؟ إذا هي يعني كل الشعوب الإسلامية ما فيهاش مش حريصة على الزبيبة؟ لا احنا نشوف ما نشوف بقى. أنا ما طب الستات مش متذكر الحقيقة. مش الستات بتصلي؟ ما عندهاش زبيبة ليه؟ لا علشان يعني ما بتصليش في المسجد بشكل. دي بتصنع صناعة كجزء من الإيحاء بالتقوى، زي ما تلبس سروال وفوقه جلابية وبتاع، ده زي فكرة التدين الظاهري يعني لازم يبقى في حاجة بتلمع كده. فكرة انك انت الانفصال عن المجتمع ده، التميز عن هذا المجتمع بانك تلبس بطريقة مختلفة ويبقى عندك حاجة كده زبيباية، ده في واحد بيعمل واحدة قد كده اهو. يعني كل ما يكبرها كل ما يكبرها يبقى مؤمن اكتر، كل ما يكبرها يبقى مؤمن اكتر. وده كلام يعني طيب. استاذ وليد عندك تعقيب على ده؟ هو طبعا واخد قضيه الزبيبه ده على فكره انه الاهتمام بالتدين الظاهري والايحاء بانكم اكثر اسلاما وبالتالي كل ما عداكم هم اقل اسلاما، فتبقى في الحرص حتى يعني ننتقل لكل قضايا تانية، يعني حتى فيما يتعلق بالختان وفوائد البنوك والاختلاط وتطور المجتمع هم مش في البرلمان بتاع الاخوان كانوا عاوزين يعدلوا سن زواج البنت، وكان بتوع حزب النور اللي بيطالبوا بده، ان البنت متى حاضت تتجوز حتى لو حاضت وسنها 9 سنين. طيب تعقيبك استاذ وليد اتفضل. طيب واتكلم بس على مساله تمويل حزب النور، فبقول له لو انت عندك اوراق تثبت الكلام اللي انت بتقوله قدامك النائب العام وهتفضل حضرتك قدم الاوراق للنائب العام، لكن كلام كده يلقى على عواهنه لا يسمح به بصراحه في البرنامج بتاعك. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، ما انا ممكن برضه اساله يعني حزب التجمع او الحزب اللي حضرتك موجود فيه بيجيب فلوس منين عشان الاعلانات ولا اخره اللي انتوا بتعملوها عشان كل حزب ولا اخره. دي النقطة، النقطة بقى حتة مصر هي اللي فيها زبيبة ومش فيها زبيبة، أظن يعني إن كتير من الناس عندهم زبيبة الصلاة، دي بتيجي نتيجة السجود أكتر، يعني واحد مثلا بيسجد لله عز وجل 5 مرات
في اليوم الصلوات 5 صلوات، بيسجد لله عز وجل اكثر من مره، بيقيم الليل، بيسجد طويلا، بيطول في السجود، فبتحصل العمليه الزبيبه ديت في الدماغ، لكن مش معناها ان هو بيعملها مقصود عشان يبقى الراجل متدين او غير العالم متدين. العالم ما فيهوش غير المصريين هم اللي لا لا لا، حضرتك انت بص وجوه ناس كتيره جدا، سواء سعوديين، كويتيين، باكستانيين، هنود، هتلاقيهم فيهم زبيب في الصلاه ديت، بس حضرتك انت مش شايف الا حاجه في دماغك واحده، فعايز تعممها على الناس كلها. فالله المستعان. اما بالنسبه لمساله الارهاب ومش الارهاب والكلام ده كله، انا زي ما قلت لحضرتك يا استاذ وائل، احنا مش هنعمل اي حاجه تزيد الضغط علينا، يعني كفايه ان احنا مضغوطين، فمش هنعمل حاجه تزيد الضغط علينا، واصلا ده مش من دين الاسلام، وبعدين الانسانيه ديت يعني بتنتج من الوجدان، مش محتاجه دين، ان انا اروح اضرب عربيه سياره فيها اطفال والكلام ده كله، ده اي انسان مهما كان يعني عنده شيء من الانسانيه، الا بقى المدفوع ليه، دي حاجه ثانيه. المدفوع ليه ده ما يهموش بقى طفل مش طفل، كبير صغير، مسجد، كنيسه، ملوش اي علاقه باي حاجه، هو مدفوع له مبلغ معين، روح فكر كذا بيعمله، روح اضرب كذا بيعمله، وبعد كده بقى دي بقى بترجع للنتائج السياسيه. فانا عايز الجمهور كله يفكر، انا هستفاد ايه كاسلامي من العمليه ديت؟ بالعكس ده هيزيد الضغط عليا، وحاليا اصوات زي استاذ رفعت اطردوا حزب النور، طلعوا حزب النور، قيدوا الاسلاميين، خدوهم في حفره او في خندق وولعوا فيهم كلهم. فانا هستفاد في ايه؟ انا ايه وجه الاستفاده؟ مفيش استفاده من كده، بالعكس ده انا اللي محطوط في وش المدفع زي ما بيقولوا، فانا هعملها ليه؟ فلازم الناس تفكر، مش كل واحد. وبعدين ممكن يكون انسان يعني لسانه جميل كده زي الاستاذ رفعت، فيقعد يعدد الاشياء، والاشياء اللي هو عددها كلها لا تمت للحقيقه بصله. الله عز وجل في كتاب العزيز يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. دي في النصارى. انا والله اقسم بالله وبالله وتالله النهارده بعد جايب لب من واحد اسمه اديب تحت العماره، وده نصراني مسيحي، اللي بيقول لك الاستاذ انتوا ما بتجيبوش منهم حاجه، ما بتاكلوهمش، ما بتشربهمش، الكلام ده كله. فليه اصلا التقول علينا؟ يا اخي انزل الى ارض الواقع، ما فيش دلوقتي بيت الا فيه واحد ملتحي، ما فيش بيت الا فيه واحده منتقبه، وكله بيسمع الكلام وبيضحك، لان ما بيشوفوش منا حاجه، بيشوفوا منا كل خير. شوف الاعمال اللي قام بيها حزب النور، وشوف الاعمال اللي قام بيها حزب التجمع. تقيس ان الحاجات دي على الارض، شوف حزب النور عمل ايه للناس الغلابه، وشوف انت حزب التجمع اللي قاعد في الهرم العالي عملت ايه؟ يعني كلكم كلام على الفاضي، يعني طيب كده. خليني قبل ما اسال المهندس حسام.